طيب في دورته 19 يعد مهرجان مفاجآت صيف دبي من أبرز الفعاليات في رزنامة أشهر الصيف في المدينة، حيث يستقطب قاطني دول مجلس التعاون وغيرهم من السياح الباحثين عن الصفقات والعروض المميزة في العديد من المتاجر المشاركة في هذه الفعالية السنوية. كما يقدم المهرجان للأطفال برنامجا مليئا بالمفاجآت. طب ليش بدأت بطيء وبعدين سرعت؟ حسيت المهم للمزيد انضم إلينا، مركزة معك أنا إنساني، السيد سعيد الفلاسي المدير التنفيذي للتجزئة والشركة الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات. صباحك الله بالخير. يعني 19 سنة مروا كده الصراحة، وهو كان مهرجان صيف دبي تكملة لي يمكن مهرجان التسوق في دبي اللي كان بدأ في يناير قبلها. فخلينا يعني كيف تطور هذا المهرجان؟ يعني دائما تعودنا أنه دبي تسعى لتقديم الجديد، ما هو الجديد في هذا الموسم لصيف دبي لهذا العام؟ طبعا حدث مفاجأة صيف دبي مثل ما تفضلتي هو امتد مدة 19 سنة، وكل سنة نحاول نضيف نحن إضافة مميزة له. طبعا حدث مفاجأة صيف دبي جعل من إمارة دبي هي مكانة أو وجهة سياحية مميزة خلال فترة الصيف، خلال مع ارتفاع درجات الحرارة ومعظم الناس بيبحثوا عن الأجواء الباردة من خلال وجود المراكز التجارية الكبيرة بإمارة دبي. للمول وتوطي المكيف يعني. فهناك العديد من الفعاليات اللي نحن نقيمها خلال المراكز التجارية هذه، بالإضافة إلى التسوق والتنزيلات اللي موجودة حاليا والجوائز الكبيرة والمغرية اللي تقدمها المراكز. طبعا طبيعة الجوائز اللي نحن نقدمها أو طبيعة الفعاليات اللي نسويها كل سنة تختلف من سنة لسنة، وتحاول تقيم بإضافة إيجابية للحدث. طب إيش اللي يميز مهرجان صيف دبي هذا العام؟ ايش الجديد اللي اضفتوه يعني؟ هذه السنه نوعيه الفعاليات اللي احنا قدمناها فيها تفاعل اكثر مع الاطفال. بالسابق نحن كنا نركز على الفعاليات اللي هي مجرد اللي هي تكون انترتينمنت اكثر فيها. هذه السنه ترفيهيه اكثر، فهذه السنه في تفاعل من خلال ورش العمل اللي موجوده. على سبيل المثال وجود ورش العمل اللي موجوده حاليا لاصدقاء ليجو او مدينه ليجو، فهي تجعل من الاطفال يثيرون مخيلتهم ويقومون ببناء العديد من الألعاب. فهذا وقت مميز للأطفال خلال فترة الصيف، ليس فقط بالاستمتاع بالفعاليات المختلفة ولكن فقط لإضافة جزء التعليم منها خلال هذه الفترة. طيب سيد سعيد، إيش صار في مدهش؟ يعني كان زمان في حملات ترويجية كبيرة لمدهش ومدينة مدهش، وبعدين نوعا ما، طبعا بس للتوضيح، مدهش هو الكاركتر المرتبط بمهرجان صيف دبي أو مفاجآت صيف دبي. طبعا حدث عالم منتشا وما زال موجود لكل قائم لكل سنه، بس اتوقع لان احنا كبرنا بالسن ففقدنا شويه بعض الاثاره باتجاه عالم منتشا. المطالبات اين مدهش؟ او رحله البحث عن مدهش؟ عالم منتشا هذه السنه هو طبعا يقام الى تاريخ 27 اغسطس من هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي. طبعا هناك يمكن هي من اكبر الاماكن المكيفه والامنه للاطفال، يمتد على اكثر عن 35,000 متر مربع، وهناك العديد من الألعاب اللي أول مرة تشاركنا فيها مثل بيت الأشباح، وتعاوننا مع شركة نيكلوديان على أساس نتقدم شيء مميز للأطفال هذا العام. فعالم مدهش بالتأكيد يقدم مغامرة في كل جزء من أجزائه، ولكن مثل ما تفضلت أنه يمكن نحن كبرنا بالسن ولكن هو قائم. على سيرة الأطفال خلنا نشوف كليب موجود معنا على الفعاليات التي تهم الأطفال. طيب الفعاليات يعني اللي تشهدها دبي بشكل عام، ما عندكم أرقام، عندكم إحصائيات، مش النسبة الأكثر إقبالا في مهرجان صيف دبي سواء عربيا أو دوليا من دول أوروبية؟
طبعا الدور السياحة دور إمارة دبي في تعزيز السياحة العائلية دور مميز جدا. طبعا نحن ولله الحمد ما زلنا نلاحظ في ارتفاع ملحوظ في عدد السياح والزوار ليس فقط من الدول المجاورة ولكن من الدول العربية. قطر وارد قريت خبر انه 90% استحوذت دبي في هذا الصيف من نسبة السفريات حول الدول الخليجية او السائح الخليجي بشكل عام. والله هناك وجود ملحوظ للسائح الخليجي خلال فترة الصيف لإمارة دبي. طبعا احنا سنة 2015 إمارة دبي استقبلت تقريبا اكثر عن 14 مليون سائح عالمي وهذا كان من اكثر دولة عالمية. طبعا عندنا عدة دول عالمية اللي تشكل هي طبعا اول شيء الدول القريبة منا مثل السعودية وهناك دول اخرى مثل الهند وبريطانيا وامريكا والمانيا كذلك. هذه طبعا من الدول الرائدة اللي دائما تفضل او تاخذ من دبي مكان مميز لها لزيارته. طبعا هذا للعديد من وجود اشياء العديدة سواء كانت من المقومات اللي تجعل دبي من افضل اماكن للسياحة وكذلك الناس اللي بيزوروا الامارة دبي فقط للتسوق خلال هذه الفترة. طبعا رح نتكمل حديثنا عن الفعاليات ويبدو انه دائما دبي تحاول انه تكسر حرارة الجو الخارجي بتبريد بعض الفعاليات. خلونا نشوف هذا الكليب. حابين نعرف يعني دائما حتى لو في أي يوم الواحد يروح المول دائما في فعاليات دائما في عروض، كيف الواحد ممكن يعرف جدول هذه الفعاليات وين متواجدة بالضبط عشان يخطط يومه صح؟ أكيد. طبعا نحن عندنا الموقع الرئيسي لإمارة دبي وهو visitdubai.com وتسمح للزائر على الموقع بخلق itinerary أو خلق جدول كامل يقدر يحتفظ فيها ويقدر يرجع لأي وقت خلال يومه. طبعا مواعيد العروض. نعم طبعا احنا عندنا عروض مميزه هذه السنه مثل ألفن والسناجب، هذه طبعا معظم الاطفال بيحبوا الاغاني وبيغنوا ويرددوا معاها. تكون ان شاء الله هذه الفتره خلال ديرا سيتي سنتر وكذلك احتفاليه باربي الرياضيه وهي متماشيه باربي مع باربي الرياضيه متماشيه مع الاولمبيات الرياضيه. وهذه ان شاء الله بتكون في التوسعه الجديده لدراجون مارت. وكذلك هناك العديد من الفعاليات المختلفه المتواجده في مراكز التسوق. طبعا دائما دبي تفاجئنا بكل ما هو جديد أيضا وتواكب كل تطور يحدث في العالم بشكل عام. شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد الفلاسي المدير التنفيذي للتجزية والشركات أو الشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات. شكرا لك. الله يعطيك العافية.